أهلا بكم. قال مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني إن من يقطع المياه والغاز يمارس الحرابة. مفتي البلاد في برنامج الإسلام والحياة على شاشة التناصح أضاف أن ليبيا تعاني أزمات خانقة وأن حوار تونس فشل لأن المتحاورين هناك لم يكن همهم الوطن وأزماته. وطلب فضيلة المفتي بضرورة فك الحصار عن مدينة درنة مستغربا من الصمت على معاقبة درنة لقتالها الدواعش وطردهم على حد قوله. ناقش عدد من أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور مع المبعوث الأممي غسان سلامة في العاصمة طرابلس العملية الدستورية في ليبيا. وبحسب الصفحة الرسمية للبعثة الأممية فقد أطلع سلامة أعضاء لجنة صياغة الدستور على المناقشات حول الدستور خلال اجتماعات لجنة صياغة الموحدة في تونس. ووصفت عضو هيئة الدستور رانيا الصيد في تصريح للتناصح الاجتماع بالإيجابي، مشيرة إلى أن النقاشات تمحورت حول مآلات العملية الدستورية في ليبيا حتى الوصول إلى استفتاء على الدستور. هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية الثلاثاء أفرادا من الكتيبة 456 مشاة التابعة لحرس الحدود المتمركزة في مدينة أوباري لحفظ السلام في المدينة جنوب غرب البلاد. وأوضح أمر الكتيبة خليفة الصغير أن أفراد الكتيبة تبادلوا إطلاق الرصاص مع المهاجمين حتى لاذوا بالفرار دون وقوع ضحايا، مشيرا إلى أن ما حدث يعد عملا تخريبيا الغرض منه زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المدينة بعد إنهاء النزاع المسلح. قالت مصادر إعلامية من إجدابي الأربعاء أن عناصر مسلحة قامت بالهجوم على بوابة الستين الواقعة جنوب المدينة مخلفة قتلى وجرحى في صفوف مسلحي ما يعرف بالكرمة. المصادر الذات أكدت أن الهجوم وقع صباح الأربعاء وأدى إلى مقتل عنصرين وجرح ثلاثة آخرين واختفاء عدد غير معروف من المسلحين التابعين لما يسمى بالكرمة مخلفا خسائر مادية في الآليات المسلحة ومرافق البوابة. انتهى الموجز مشاهدينا، في أمان الله.